ويزحنون خلال تجمعها بولاية تيزوز، وأكدت أن مرشحي حزب العمال سيعملون على محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وكذا العمل على تفعيل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية الموجودة في الدستور. يحاربوا الفساد والافتراس ويقدموا قانون تحت عنوان من أين لك هذا؟ يعني حاسبوا الأغنياء الجدد المفترسين ويدافعوا على الملكية الجماعية متاع الأمة. نواب حقيقيون يحاربوا باش يرجعوا سيادة القرار الاقتصادي والدبلوماسي، ويحاربوا من أجل تفعيل القواعد والمبادئ والمقاييس والضوابط والحقوق الاجتماعية والديمقراطية اللي هي موجودة في الدستور. كما دعت رئيسة حزب العمال إلى استغلال يوم 4 مايو كفرصة لتحقيق الديمقراطية والحفاظ على المكاسب الوطنية. إذا يوم 4 مايو فلتدوي صرخة جماعية قوية، صرخة جماعية في عمل سياسي جماعي موحد لتقول ارفعوا أيديكم، ارفعوا بانيبات، ارفعوا أيديكم عن مكاسبنا. هذا وقد دعا حزب العمال إلى اتخاذ سياسة الحوار كوسيلة فعالة لإخراج البلاد من الأزمة الحالية. ويجي من بعدها سحاد عبد الرحمن